كرة للوفاق، هل سيسدد من هذه المسافة؟ يلعبها مع بانوح، بانوح يفتح اللعب باتجاه دواني، والتسديدة قوية من غشة، قوية من غشة هذه التسديدة، والكرة الثانية من يتمكن من اقتناص هذه الكرة من الركنية العالية؟ الهدف الأول، هو الهدف الأول لصالح الوفاق بكرة عالية، بكرة عالية رائعة، تمكن الوفاق من أخذ الأسبقية في الربع ساعة الأول من هذه المباراة. النسر الأسود كان يحلق في أجواء اتحاد الجزائر لأشبال فروجي في غياب شافعي وبن يحيى، ما زالت الكرة، هل سيسدد من هذه المسافة؟ ريعة ريعة، ما أروع التسديدة من ربيعي، ما زالت الكرة للوفاق، يسدد بقوة، يا سلام يا سلام، سلم على هذه الكرة يا سلام، بالقرب من بعده، هذا بن موسى مختار، رفعها كما ينبغي، ارفعها كما ينبغي بن موسى مختار، وارتمى عليها إبارة لا يتردد، قائد الفريق عبد المؤمن جابوا هذه الكرة لبن موسى مختار، التدخل من دفاع الوفاق، ما زالت لمزيان يرفعها، التدخل، هل سيسدد من هذه المسافة؟ أوه!